الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. واصحاب الوقت مالهم خلعوا يا اصحاب الوقت، ولاو على مزيناتهم صغار وزينين، هم كيشعلوهم وتشهد دخل الحسق عاد تشوف فيهم. والله العظيم اش غنقول لك، صحاب الوقت جاوا وعمرت البراد ديالها تاي دينو جبنا بالكلام، وحق يتقال من هاد الناس. الله ويا الرحمن الرحيم. محمد لقمان، فنان مسرحي. تقريبا هذا هو العرض السابع او الثامن اللي كنعرضوا. بكل صراحه اننا اليوم كنلقاو واحد التجاوب كبير مع الجمهور ديال جديده اللي شرفنا اليوم، وبقى متبع معنا العمل المسرحي من بدايته الى نهايته، يعني كيعرف العمل المسرحي كيفاش بعض المرات كيكون فيه فرجه، كتكون فيه مساجات رسائل كثيرة، ولكن يبقى كيتمعن وكيسمع المسائل اللي غادا فيها رسائل، وملي كتكون فرجة راه كيتجاوب معنا، يعني كان جمهور رائع. كنشكروا بعدا الجمهور الجديد على الاستقبال ديالو، الحفاوات الاستقبال ديالو، التفاعل ديالو مع مسرحيتنا، مسرحية عند من الخبر. هذه المسرحية اللي كتبها المسرح الأستاذ عبد الحق قيس، وكذلك قام بالإخراج ديالها. مسرحية نوعا ما فلسفية، وكطرح واحد السؤال وتساؤل ديال معادلة الموت والحياة. الجمهور ديال الجديدة دائما جمهور رائع، يتفاعل مع المسرحيات. اليوم لمسنا ان الاخوه اللي قاموا بتنظيم هذا العرض اللي هم مشكورين، جمعيه الاعمال الاجتماعيه لموظفي عماله الجديده. زعما الاخوان قاموا بمجهودات جميله ومحموده. اشرفي هذا السيد راك راجل، ومن الواجب عليك تحترميه حيا او ميتا. ونصارى احنا مسلمين يا اخي. والنصارى اللي ما عندهم مناش يخافوا، قالوا 3 سنين الاولى كدوز هانيه، ومن بعد عاد يتقلب بنادم. خصوصا ان هذا المسرح، هذا البنايه هذه اللي كنلعب فيها اليوم، كتعرفني، كنعشت فيها واحد السنين في السبعينات، عشت فيها 3 سنين مع الفنان والمرحوم محمد سعيد عفيفي. وانا بهذه المناسبه جيت باش نشارك في هذه المسرحية، وكنتفكر الأيام، وكنشوف أن الجمهور ديال الجديدة باقي هو عمره ما تبدل. جمهور جميل جدا، كيتفاعل مع المسرح وكيحب المسرح، وكنتمنى نكون كاع المسارح يكون فيها بحال هذا الجمهور. اولا كنقدم تحيه للموقع الالكتروني شواقع لانها تبعت معنا هذه المسرحيه اللي قدمناها في مسرح عفيفي بالمدينه الجديده، مسرحيه عند من الخبار. عند من الخبار قدمنا هذه المسرحيه في جو رائع جدا، جمهور ذواق، جمهور مثقف، لان كما كتعرفوا ان الموضوع ديال هذه المسرحيه كان موضوع شيئا ما فلسفي، يتطرقوا الى الوجوديه والى عمليه الانتظار ديال غودو وما الى ذلك. دونك كنفتخروا اننا قدمنا هذه المسرحيه في هذا الصرح العظيم، مسرح عفيفي، وكنقدموا الشكر الجزيل للقيمين على هذا المسرح. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.